يحضر كاميل مامان إلى قصر العدل دورياً بصفته متهمة، لكنه اليوم أتى مسانداً زملاء له يخضعون للمحاكمة لاتهامهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضلوع في ملفات فساد. فساد يقول الصحفي الاستقصائي إنه يتسلح أمام المحكمة بوثائق تثبته. رفعت ضدي دعوتان. لقد ادعى علي وزير سابق لأني كشفت في مقال نشرته أنه يتلقى أموالاً من أحد رجال الأعمال. كما تقدم أردوغان وابنه بدعوى ضدي لمقاضاتي بسبب نشر معلومات حول تورطهما في أحد ملفات الفساد. جلسات محاكمات الرأي شبه يومية، وهي تطال رؤساء التحرير والصحفيين، وتشد التدابير الأمنية والقضائية الخناق على حرية التعبير في تركيا، وهو ما يفسر طرد المئات من الصحفيين من مؤسسات يملكها أردوغان أو موالون له. فذم الرئيس أو توجيه أي اتهام له ممنوع، منع يفسر التضامن الخجول مع المتهمين. ما يحصل هو نوع جديد من الرقابة لقمع الإعلام والصحفيين. نحن لا نواجه خطر الملاحقة القانونية فقط، بل إننا مهددون بأن نخسر وظائفنا. لقد اتبع نظام الرقابة هذا خلال الحكم العسكري، لكنه لم ينجح، ولم تنجح هذه الحكومة أيضاً، كما أننا لن نتوقف عن الكتابة عن الفساد. الملاحقات القضائية تتعدى الرقابة على الإعلام، حتى ملكة جمال تركيا السابقة مهددة بالسجن لنشرها قصيدة تنتقد فيها أردوغان، كما تم ترحيل الصحفي الأذربيجاني ماهر زينالو بسبب آرائه المنتقدة لسياسات أردوغان. في أروقة أكبر قصر للعدل في المنطقة يحاكم أكثر من 1000 صحافي لنشرهم آراء معارضة لسياسة أردوغان، ومن أقواس العدل فيه نطقت أحكام سجن بحق العشرات من الناشطين لاتهامهم إياه بالتورط في قضايا فساد. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من أمام قصر العدل في إسطنبول.